النهارده معانا الهافال الH6 في تجربة القيادة الطويلة، هنسوقها وسط المدينة وعلى الطريق السريع ونعمل لها كمان تجربة تسارع أكيد. يلا بينا. قبل ما نتفرج على العرض ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل جرس التنبيه وادخل على انستجرام كمان لو عايز تعرف كواليس القناة. تمن العربية دي 440,000، دي أعلى فئة اللي اسمها الديلكس، لكن لو عايز تعرف بقية الفئات بتاعت العربية ادخل على تطبيق، هتلاقي في وصف الفيديو فيه رابط للعربية نفسها وللتطبيق كمان. أول لما العربية دي نزلت كنت فصصتها لكم حتة حتة وهي واقفة على الأرض، شفنا المساحات واتكلمنا على نظام الترفيه ووسائل الأمان وكل حاجة في العربية. النهاردة بس تجربة القيادة، في وصف الفيديو برضو هحط لكم رابط للفيديو الأولاني اللي بيفصص العربية وهي على الأرض. النهاردة زي ما اتفقنا إيه؟ قيادة فقط. ولكن هفكركم بالعربية برضو، العربية كومباكت SUV، موتورها 1500 سي سي توربو، بيولد 152 حصان و233 نيوتن متر من العزم، واصلين على نقل الحركة 7 نقلات ديول كلتش مبلل. التعليق الأمامي بتاع العربية ماكفيرسون والخلفي منفصل مالتي لينك. قبل ما نعمل تجربة القيادة في وسط المدينة، أول حاجة هنعملها إيه والعربية حر ولسه مركونة في الشمس؟ نقيس درجة الحرارة بتاعة التكييف. حاليا هو يا نهار أبيض مطلع لي درجة الحرارة جوه الكابينة، لأن أنا لسه داخل العربية والعربية مركونة في الشمس، 50. هنجرب التكييف. يا ريت بقى التكييف يهل علينا. نجرب التكييف. اوكي محطوط على 21 وهنشوف. معلش سامحوني على الصوت بس التجربة ما ينفعش اغطي التكييف، انا عايز بس يسقع، انا لسه مدورها حالا. زي ما انتم شايفين كل حاجة بتحصل قدامكم بالظبط. الترمومتر ده بيقيس كذا نوع من درجة الحرارة عند السطح في المكان او عند البني ادم، فهو مرن قوي. فحدلها برضو دقيقة او دقيقتين بالاصح من ساعة لما شغلت، لسه ما فاتش بدقيقتين بالظبط. نفس التجربة اللي عملتها في البي كلاس والجيتور هعملها لكم هنا برضو عشان نعرف التكييف عامل ايه، وده اختبار كويس قوي لو تبقى داخل عربية زي ما شفتوا 50 وتشوف التكييف هيعمل ايه وهيوصل درجة حرارته كام وانت واقف. اوكي هيا بنا. كده فات 30 ثانية 35 ثانية من ساعة لما دورت التكييف دورت العربية وانا لسه بعرق، وسامحوني على الصوت. انا قافل الفتحة اللي تحت الميكروفون ده عشان ما تغلوش عليه. اول قياس بعد دقيقة 16 درجة، تعالوا نقيس تاني كمان 30 ثانية. لو عايزين تفتحوا التكييف عندكم في البيت بقى ولا افتحوا عشان انا بعرق. 50 درجة رهيب، الجو حر قوي. بقت 11 درجة و6 من 10. نديله كمان 30 ثانية يبقى قفلنا الدقيقتين بالظبط. بعملها لكم في نفس الوقت عشان ما حدش يقول لي نظرية مؤامرة، انت اصلك عملت مش عارف مش ناقص، انا عمال بزود لكم الحاجات اللي بنجرب بيها. بس انا عارف عادي اقول لك بس مش ده الترمومتر الدقيق فيه، لا ده ترمومتر دقيق قوي. الفكره يا جماعه في الترمومتر ايه؟ ان انا هو نفس الترمومتر بيقيس بنفس الاسلوب على كل العربيات. تعالوا نقيس المره الاخيره. سبعة واربعة من عشرة. الاستنتاج ايه قبل ما نعمل تجربة القيادة؟ اوطي التكييف بقى عشان الصوت.
معلش انا كنت لازم اجربه على مروحه. على فكره انا حاطط التكييف مش على اعلى مروحه، هو كان في 7 شرط للمروحه، مش عارف 7 ليه، بس ما علينا. في 7 درجات للمروحه، انا كنت حاطه على الدرجه الخامسه، دلوقتي حطيته على الدرجه الثانيه. التكييف العربيه كويس، 7.4 عند الفتحه، ده تكييف كويس. تعالوا نسوق العربيه وسط المدينه ونشوف ايه الانطباعات. طبعا اول حاجه نتكلم عليها وضع القياده والكرسي والمرايات. الكرسي مريح جدا الحقيقه، ما عنديش اي مشكله فيه، بقالي مع العربيه دي 4 ايام والكرسي مريح مفيش شك. ووضع القياده طبعا SUV عالي، تقدر تعلي كرسي كمان وتبقى كاشف الدنيا كويس قوي، مفيش برضو حاجه فيها خالص. والمرايات الجانبيه مش كبيره قوي، ولكن فيها التنبيه من الخروج اللي هو البلايند سبوت اسيست فيها، فبيساعدك في القياده، مش كبار قوي. الرؤيه الخلفيه لازم تنزل المساند بتاعه الكنبه الخلفيه عشان تحسن الرؤيه، لو رافعهم هيضايقوك، او لو في ناس كبار ورا هيضايقوك، لكن مش وحشه يعني. طيب، واحده من الحاجات اللذيذه جدا في العربيه طبعا هي فيها برضو هيدز اب ديسبلاي، دي الحاجه الفرق الكبير اللي مثلا ما بينها وما بين الجو لاين، الهيدز اب ديسبلاي اللي قدامك، وكمان بيقرا علامات الشارع، فهو حاليا هنا عارف ان انا مثلا الطريق ده السرعه القصوى فيه كذا، فيحدد لك على طول السرعه القصوى بتاعه الطريق وينبهك لما كمان تتخطاها في لوحه العدادات اللي قدامك. دي فيتشر حلوه قوي. ولو اتكلمنا على السيفتي فيتشرز اللي في العربيه اللي انا بلاقيها مفيده، في منهم بيبقى دمهم تقيل جدا وفي منهم مفيدين. المفيدين انهي هم؟ لو انت قربت على العربيه قوي بزياده بتدي لك التحذير ان انت قربت على العربيه قوي، بتحذرك، ودي حاجه كويسه. لو انت بقى دخلت في مطب مفاجئ برضو بتروح ضربة فلاشر، او فرملت برضو فرملة مفاجأة بتروح ضربة فلاشر، ودي طبعا عادية في عربيات كتيرة قوي، لكن لو وقعت في مطب فجأة هي بتروح برضو ضربة فلاشر. دي فيتشر حلو قوي. الجديدة بقى بالنسبة لي ان لو في عربية جاية عليك من ظهرك مسرعة بتقول لك سبيدنج كار في الخلف، برضو بتروح ضربة الفلاشر، دي تنبيه للعربية الخلفية اللي هي كبسة عليك من ورا. دي فيتشر حلوة ممكن تنبه طبعا، بس في مصر الكبس، وان الناس عندها عادة دايما الكبس على العربية تروح مسرع قوي عشان يفرمل تاني وحاجات دي كلها، يمكن ما يعني هتشتغل معاك كتير، ولكن على الاقل بتنبهه لو ما كانش واخد باله، فتنبيه اضافي. دي الفيتشرز اللي عجباني. اللي مش عجباني في نتيجة ان شوارعنا مش معمولة كويس هي كل الفيتشرز اللي مرتبطة بالحارة. ومن ضمن الحاجات اللذيذة لو انت دخلت على ركنة بتروح برضو مشغلها لك على طول الكاميرا، تدي لك المسافة اللي قدامك فتريحك في الركنة. طبعا احنا هنجرب في تجربة القيادة في وسط المدينة الركن الذاتي زي ما جربنا في الجو لاين بالظبط. بالنسبة بقى للتعليق، بص وهي على 19ات، فطبعا ال19ات هتحس بيهم بينقلوا الدبدبة يعني، او بيدبدبوا بالاصح يعني، لو كانت على 18ات من الاخر كده كانت تبقى اظرف شوية على شوارعنا. بالنسبة لنقل الحركة وسط المدينة، الديول كلتش ناعم جدا، مش حاسس بيه خالص الايام اللي انا سايقة وسط المدينة، ويعني بينقل من غير ما احس. طبعا برضو من ضمن أنظمة الأمان التانية اللي لو في مشاة برضو بتبقى كويسة. التعليق الوحيد اللي عندي على العربية في أنظمة الأمان كلها اللي هو التنبيه بتاعها عالي جدا، لو عربيات قربت منك ممكن تلاقي التنبيه يوجع ودانك، فلازم توطي مستوى التنبيه عشان ايه ما تضربش لخمة. شفتوا المطب اللي فات، مطب كبير اخدته، حسيت على طول ال19ات. واحدة من ضمن الحاجات اللذيذة في العربيات اللي فيها الكاميرات ال360 كنا شفناها في الجاك، موجودة برضو في الـ H6 اهي، مع الإشارة شمال ويمين بتشغل لك على طول الكاميرا الجانبية عشان تبقى كاشف الشارع بالظبط. تعالوا نجرب الركن الذاتي. المفروض أنا هدور على ركنة، أو المفروض هي اللي بتدور على ركنة بالأصح يعني. في ركنة، أيوة لقيتها أهي، هدوس لها الزرار ده كده على البي واقول له كده خلاص، المفروض هي تركن مع نفسها، هي حاليا بتتحرك مع نفسها وبتفرمل مع نفسها كمان، انا مش هتدخل خالص، هي هتطول المسافه تعمل ما بدلها. بصوا
ايديا متشاله من عجله القياده خالص وانا قاعد بتفرج هشوف هي هتتصرف ازاي. ترجع وقفت عشان في ناس واقفة واخدين بالكم عشان كان في مشاة. انا رجلية متسابة خالص يا جماعة، ما بقلش اي حاجة، اهي ايديا ورجلية المفروض هي تكسر كمان، ما عملتش اي حاجة كل ده اهو، ورجلية كمان متسابة من على كل حاجة شايفين، هي عمالة بتعدل العربية لوحدها. بس كده ركنت وحطت العربية في بارك كمان مية مية. طيب الهافان على الطريق السريع انا حاططها حاليا في سبورت مود، تعالوا نشوف الاداء. فرامل العربية كويسة قوي وما بتتأثرش على الملفات مع الفرامل. الصوت بتاع ان انا متخطي 120 كيلومتر في الساعة بيسكت بعد شوية. نسمعكم كلاكس كمان، كلاكس صغير. في الاتجاه ده الهواء بيبقى معايا فالعربية يعني مزقوقة شوية من الهواء. لو اتكلمنا على عزل الصوت في العربية والهواء حوالين المرايات، المرايات مش كبيرة قوي، مش اكبر مرايات اشوفها في كروس اوفر في المقاس ده، فالهواء اللي حواليها مش عالي قوي، وعزل الصوت عامة كله لغاية 140 150 كويس قوي. طبعا اعلى من كده الجسم كبير كالعاده، وزي كل بقيه الاس يو فيز اللي الواحد بيجربها بتلاقي صوت الهواء اللي داخل لك من بره كويس، ولكن عزل الكابينه نفسه كويس قوي. وبرده معزوله من الارض لحد كبير، بتسمع الكاوتش شويه بس مش قوي. تعالوا نشوف في الملف. طيب العربية فيها بودي رول ملحوظ في الاتجاه ده، التعليق كله بتاع العربية طري وبتبقى عايزة تعمل كده شوية في الملف او على السرعة العالية قوي هتحس بيها، ففيها بودي رول ملحوظ العربية، وفيها اندرستير برضو نتيجة البودي رول ملحوظين. العربية التعليق بتاعها كله يميل الى ان هو يبقى للراحة، فبالتالي البودي رول ملحوظ في العربية، يعني الملفات فوق 150 160 هتقلق، والمناورة على السرعة العالية برضو هتبقى عند السرعات دي، طبعا حاجة مش المفروض تعملوها، بس المناورة عند السرعة العالية دي مش كويسة قوي، يعني هيبقى فيها بودي رول واضح في الاتجاه ده. ولكن الثبات في خط مستقيم لا اوكي، لغاية 190 مفيش مشاكل في الثبات خالص، وعجلة القيادة كالعادة بتتقل و يعني بتحافظ على ثبات العربية في الاتجاه ده، وعجلة القيادة بالظبط زي التعليق بتاعي بتاع الجو لاين، حلوة وبتتقل كويس وعارفة هي بتعمل ايه، مش رياضية قوي ودي حاجة كويسة برضو، ولكن واضحة ما فيهاش نقط ميتة. لكن لو عملت كده بالعربية عند 120 انتوا شايفين في بودي رول مش قليل، التعليق كله معمول للراحة أكتر. نقل الحركة محترم جدا في العربية وبيستجيب كويس، وإن كان من البادل شيفترز هنا مش سريع قوي برضه. شوف عربيات كتيرة قوي قوي كده. بالنسبة للارتقاء يعني لو أنا مثلا على 113 أوكي في شوية ديلي، ولكن الجير بوكس في المطلق كده كويس جيد.
والثبات لغايه 150 على الملفات مقبول جدا، اكتر من كده مع الفرامل وعلى ملف احد من كده هتحس بالبودي رول وهتبقى عايز تهدي السرعه اكيد. يعني هي العربيه دي مركز ثقلها اعلى من الجولاين. الجولاين كانت عامله زي شبهتها لكم بالهاتش باك اللي مرفوعه من الارض، العربيه دي كلها اعلى والكابينه اكبر واعلى، فالمركز ثقلها اعلى. العربيه دي بتفكرني بايه؟ بتفكرني قيادتها بالتوسون بالظبط، مش التوسون الجيل الحالي، التوسون الجيل السابق اللي هي كان فيها بودي رول ملحوظ عن الجيل الحالي. الجيل الحالي الجديد رياضية أكتر على الطريق وأثبت أكتر من الجيل السابق. دي بتفكرني بالجيل السابق على طول من التوسون في قيادتها، ولكن طبعا مع فرق التكنولوجيا الرهيب. الموتور اوكي ضد الهواء، هتبقى حاسس ان انت محتاج موتور كان فيه هورس باور اكتر من ال 152 حصان، كنت عايز اكتر اكيد، والعزم كمان، ولكن بيفي بالغرض. يعني هي برضو لازم تحد انت السرعه. طبعا عند السرعات العاليه قوي زي دي اللي انتوا مش مفروض تسوقوا عليها خالص، عزم صوت الهواء طبعا بيتدهور عليك. لكن أنظمة الثبات الإلكتروني شغالة كويس في العربية مع الفرامل المفاجئة اللي أنا عملتها زي دلوقتي. برضو خدوا بالكم أنا عارف أنا بعمل إيه، أنا دايما بتأكد من الشارع. لو أنت سايق العربية دي عند 120-130 السرعات دي هتبقى هايلة جدا، مريحة جدا. التعليق كله كده إيه يعني واخد راحته في العربيه. خلاص تعالوا نجرب تجربه التسارع، وانا متخيل انها هتبقى في حدود ما بين ال 13 و 12. تعالوا نشوف. اوكي اول تجربه كانت 10.79، انا كنت حاسس العربيه في حدود ال 12-13، لكن فاجئتني الجير بوكس كان سريع قوي. تعال نعمل تجربه ثانيه ونشوف هقدر احسن الرقم ولا لا. نقفل الثبات برضو لانه بيشتغل لوحده. تعالوا نجرب، واول مره فركت جامد جدا. تعالوا مره جرب. تفرق جامد جدا. هل احسن ولا اوحش؟ 9.38، اقل من 10 ثواني باقتدار. تعال نشوف الربع ميل. المرة نشوف السرعة القصوى. اوكي ايه رايي في العربيه بعد 4 ايام قياده؟ نبتدي بالشكل الخارجي. انا نادرا ما بعلق على الشكل الخارجي، ولكن العربيه وانا سايق الاربع ايام ما حسيتش ان حد بيبص عليها، يعني فاهمين الاحساس؟ مثلا لما كنت سايق الاي 20 لا الناس كانت ماشيه بتبص، فالعربيه شكلها عامل زي باقي الاس يو فيز يعني. اوكي في خطوط واضحه من اودي، ومن الجنب فيها رينج روفر فيلار بوضوح، ومن الظهر في اللايت بار، وهم معلمين على العلامات كلها بتاعت الموضه الايام دي في المنظر، ولكن الشكل كله على بعضه برضو ايه شخصيته ضعيفة يعني الشكل الخارجي. اما بالنسبة للحاجة برضو اللي مش عجباني قوي هي الثبات على السرعة العالية في الملفات مش في الخط المستقيم. في الخط المستقيم العربية ثابتة جدا، عجلة القيادة بتتقل جدا، واوكي انت ماشي زي القطر. العربية مركز ثقلها اعلى من الجولاين، الجولاين اكيد مركز ثقلها اوطى والتعليق فيها انشف من دي بكتير. دي متجهة الى العيلة بوضوح، فالتعليق الطري معناه في اندرستير، معناه ان في تمايل بدن في الاتجاه ده واضح، معناه ان الملفات 150 اخرك وما تزودش عن كده. بس برضو نيجي للموتور. الموتور اوكي 152 حصان و233 نيوتن متر، بس المفاجاه هو نقل الحركه، نقل الحركه كويس قوي. العربيه عملت 0-100 في 9.38، ده رقم هايل هايل، رقم ممتاز يعني ما يتصدقش، وفركت وكله، فنقل الحركة حلو قوي في العربية دي وبرضه سلس. ولكن طبعا الموتور هتحس بالضعف بتاعه العام لما تبقى محمل وضد الهواء، هتلاقي ان الهورس باور مش هيفيدك في الاخر قوي،
ولكن في التسارع للمية كان كده. وشفتوا برضو العربية بتوصل لقرب الـ200، فيها اكتر من كده، بس طبعا ما انصحش خالص بالتعليق الطري بتاع العربية العام. طيب ايه الحاجات اللي عجبتني قوي في العربية؟ الحاجات اللي عجبتني قوي هو انها فيها هيدز اب ديسبلاي. في الفئة السعرية دي يا جماعة انتوا بتتكلموا في عربيات بتلات اضعاف او يمكن اكتر كمان. الهيدز اب ديسبلاي هايل، والمعلومات اللي عليه مفيدة جدا. الشاشات اللي قدامك هايلة، انت حاسس ان انت قاعد في عربية حديثة جدا، والتابلور حقيقة حلو، ده اللي اقدر اقوله، حلو وحديث، وتحس ان هو ينتمي لعربية كهرباء. الشاشات نقائها عالي جدا، الكاميرات ال 360 برضو هايلين، نقل الحركة ده بيعجبني زي ما قلت لكم، حتى الحتة بتاعت السيطرة على المرايات معمولة حلوة قوي، والكرسي مريح جدا. فهي من جوه جميلة، والهيدز اب ديسبلاي فعلا ده طفرة. طيب بالنسبة لأنظمة الأمان، الأنظمة الأمان اللي ليها علاقة بالحارة لا اطفيها خالص، ان ما بتفهمش الحارات في مصر. اوكي، أنظمة الأمان في العربية بتتدخل كتير، ولكن لازم تقلل الحساسية عشان ما ترخمكش قوي، ولكن في منهم حلوين زي الارتطام من الخلف، اللي هي لما العربية تبقى جاية هيترتطم فيك من الخلف، الكروس ترافيك أليرت برضو الخلفي والأمامي، وإنها برضو بتحذرك من الاقتراب من العربية دي. وسائل الأمان في العربية دي هايلة، يعني 6 إير باجز واللي أنت عايزه، وسائل أمان عالية جدا، وكروس كنترول بيحافظ على المسافة، وانها ما ترتطمش بالمشاة ولا على العجل، يعني معمولة جدا جدا لاوروبا، او فعلا بالاصح لاستراليا، لان ده واحد من الاسواق بتاعتها. طبعا هي مش واخده يورو ان كاب، بس انظمة الامان الكلية في العربية هايلة، يعني عالية جدا جدا جدا. والتكييف بتاع العربية دي تلاجة، اوكي، فعلا تكييفها هايل. بالنسبة للاستهلاك ممكن توصل لأقل من 9 لو انت سايقها بعقل، هتتجنن عليها وتتعفرت عليها في وسط الشارع، هتلاقيها طبعا الاستهلاك بيزيد، لكن 9 هو الرقم المتوسط اللي طلع لي طول التجربة بقيادتي انا كمان، فانا متأكد ممكن يقل عن 9. ف اوكي، مجملا العربية دي 440 ألف، بأنظمة الأمان اللي فيها والركن الذاتي كمان، هي برضو بتركن الركن الذاتي فيها كويس، بالظبط برضو زي الجو لاين ركنت نفسها، أنا جربتها كذا مرة الجو لاين، ودي برضو جربتها كذا مرة وبتركن نفسها هايل. أوكي، الفئات الأقل ممكن يعني تميك سنس أكتر، بالذات إن أنت تقولك لا أنا مش هدفع كل المبلغ ده في عربية صيني، ولكن دي فيها حاجات كتيرة تكنولوجيا عالية جدا، نحب نشوفها بعد سنة وفترة امتلاك عشان نعرف بقى الاعتمادية وكل الحاجات اللي ممكن تبقى احنا بنفكر فيها في العربيات الصين. بس لو الكلام ده عجبكم اعملوا لايك وسبسكرايب، ونتقابل في العرض القادم. سلام. وبكده تبقى وصلت لاخر الفيديو. لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك، الاشتراك ببلاش، وممكن كمان تدخل تتفرج على بقية الفيديوهات الموجودة عليها.